سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة القائد جدعون الجزء الثاني. اهلا اهلا ازيكم؟ اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله. جيناك عشان نسمع قصه جميله من قصصك الشيقه الممتعه. ان شاء الله يا منى. ان شاء الله تسلم. ان شاء الله. في المره اللي فاتت يا جماعه جملك مرسل من عند الله بنبوءه لجدعون، وقال له يا جدعون الله بيأمرك وبقول لك اتحرك بشجاعه وانقذ بني اسرائيل من قبضة ميديان. أنا رسلتك ووكلتك بالمهمة دي. أهو نتيجة للنبوة دي اللي الله قال لي يدعون فيها بأنه هيحارب معاه أعداء بني إسرائيل اللي هم الميديانيين وحلفائهم. الأعداء ديل زي المرات السبعة اللي فاتت قاموا جمعوا قواتهم مع بعض وعبروا من الضفة الشرقية لنهر الأردن وعسكروا في وادي يرزعيل. في الوقت ده روح الله حل على يدعون فنفخ في البوق عشان ينبه ناس عشيرته ويخليهم مستعدين للعدو. وناس عشيرته اللي هي عشيرة أبي عذر وهي جزء من قبيلة منسة سمعوا صوت البوق وجوا تبعوه. بعد كده يدعون رسل مندوبين لباقي القبيلة بتاعت منسة البعيدين وجوهم كمان وتبعوه، ورسل مناديب تانيين لقبائل أشير وزبولون ونفتالي وجوهم كمان وانضموا له كلهم. ويدعون كون منهم جيش كان عدده 32,000 وبقى هو قائد الجيش ده. في أثناء الاستعداد للحرب يدعون كان مزعزع شوية، عشان كده وجه كلامه لله. يا ربي يا ربي يا قادر، إذا كنت فعلا حتنقذ بني إسرائيل على يدي زي ما وعدت فأنا هسه بخط لي حزمة صوف على مكان تنقية حبوب المحاصيل، وإذا نزل الندى على حزمة الصوف دي براها وكل الأرض اللي حولها كانت ناشفة بالطريقة دي أنا حعرف إنك فعلا حتنقذ شعب بني إسرائيل على يدي حسب وعدك. وبقدرة الله جدعون خدت حزمة الصوف في مكان غربلة الحبوب، ولما قام في الصباح بدري وعصر حزمة الصوف طلعت منها موية قدر ما تملى القرعة. جدعون لما شاف الحصل ده قال لي الله سامحني يا رب، سامحني يا رب وما تغضب علي، واسمح لي بطلب تاني، اسمح لي بطلب تاني لأني بس عايز أتأكد بطريقة تانية. المرة دي بطلب منه حزمة الصوف تكون هي الناشفة وكل الأرض حواليها يكون عليها الندى. والله سبحانه وتعالى حقق لجدعون البرهان الثاني في الليلة ديك. كانت حزمة الصوف فعلا يابسة وكل الأرض اللي حواليها كانت مبلولة ومرطبة. في الصباح بدري جدعون وقواته عسكروا في عين حرود، وأعداهم المديانيين وحلفائهم كانوا معسكرين شمالهم في الوادي عند تلمورة. في الوقت ده الله قال لي جدعون القوة اللي معاك دي أكتر من ما أحتاج ليه لهزيمة المديانيين، عشان بني إسرائيل ما يتفاخروا عليه ويقولوا جيشنا الكبير هو اللي هزم المديانيين وأنقذنا. عشان كده قول للناس اللي معاك أي واحد خايف ومربوك لازم يرجع من المعسكر لبيته. ورجعوا من القوات 22,000 وبقوا في المعسكر 10,000 بس. والله قال لي جدعون مرة تانية لسه هذا القوات ده كبير، سوق القوات دي لعين الموية وأنا حافرزهم ليك هناك. اللي بقول ليك يمشي معاك سوق للحرب، واللي بقول ليك لا خليه. جدعون أخذ قواته لمحل الموية، وهناك الله قال له وقف اللي بيغرفوا الموية بيديهم في ناحية
واللي كانوا باركين على ركبهم وبيشربوا وقفهم في ناحية تانية، وكان عدد اللي غرفوا الموية بيديهم وشربوا 300 راجل، والباقين كلهم بركوا لما كانوا بيشربوا. والله قال لي يدعون التلتمية محارب ديل كفاية لكسب المعركة، وبيهم أنا هنقذكم وانصركم على أعدائكم، أما الباقين رجعهم لبيوتهم. جدعون فعلا خلى 300 محارب معاه وصرف الباقين ورجعوا لديارهم وخلوا مؤونتهم وأبواقهم للتلتمية اللي قاعدوا عشان يحاربوا، وكان معسكر أعدائهم تحتهم في الوادي. والله قال لي جدعون يا جدعون قوم وأهجم على قوات الأعداء لأني كتبت لك النصر، وإذا كنت خايف اتسلل لهم أنت وفورة الخدام بتاعك واسمع الكلام اللي بقولوه، بعد ذاك حتتشجع وتهاجمهم. يدعون فعلا تسلل هو والخدام بتاعه لغاية ما وصلوا قريب من العساكر اللي كانوا في طرف المعسكر، وكانت قوات المدينيين وحلفائهم منتشرة في الوادي وعددهم كان كبير بصور لا يمكن تتخيلوها. لما جدعون وصل لمعسكر الأعداء لقى واحد بيكلم في زميله عن حلم، والحلم ده الله كان بقدرته مرتبه عشان يكون حلم محير ومربك، مربك للأعداء ومحير ليهم. الله كان يهيئ زميل الجندي الحلمان عشان يفسر الحلم، والتفسير ده كان بيدي صورة ما كانت في صالح جيش المحاربين ديل. المهم الجندي صاحب الحلم قال لزميله عارف يا صاحبي أنا حلمت وشفت لي رغيفة من الشعير بتتدحرج في المعسكر، اتدحرجت وتتدحرج لغاية ما وصلت للخيمة الرئيسية في المعسكر وضربتها ورمتها في الواطة. عارف يا دفعة ده معناه إنه جدعون قائد بني إسرائيل حيهاجمنا وينتصر علينا، الحلم ده بيقول كده. وجدعون لما سمع الحلم ده سجد وصلى شكرا لله، وبعد ذاك رجع لمعسكره وقال لجنوده قوموا قوموا الواجب نادانا والله كتب لنا النصر على أعدانا. قوموا أمرك سيد القائد. يلا بينا يلا بينا إلى الميدان يا فرسان. إلى الميدان يا فرسان إلى الميدان. جدعون قسم جيشه المكون من 300 رجل لثلاثة فرق، وأدى كل عسكري منهم بوق في يده وبرمة مجوفة في وسطها شعلة، وقال ليهم شوفوني أنا حأعمل شنو واعملوا زيي بالضبط، انا هسي ماشي لطرف معسكر العدو، يلا تابعوني واعملوا زيي بالضبط، ولما ننفخ في البوق انا والمية معاي انفخوا انتوا كمان حول المخيم وكسروا البرم بتاعتكم وقولوا بصوت عالي لله ولجدعون بسيف الله وسيف جدعون لله ولجدعون بسيف جدعون. وحسب الخطه جدعون والمية جندي معاه قاموا مشوا لطرف معسكر العدو في نص الليل بعد ما نبطشية الحراسة تغيرت، ونفخوا في الأبواق وكسروا البورم اللي شايلينها، والفرقتين التانيتين عملوا نفس الشي كمان، وكل واحد منهم كان شايل له شعلة في يده الشمال وبوق في يده اليمين عشان ينفخ ويكورك بصوت عالي بسيف الله وسيف جدعون بسيف الله وسيف جدعون. فعلا كل واحد منهم عمل المطلوب منه بالضبط وبيقى ثابت في مكانه حول المعسكر. المدينيين وحلفائهم افتكروا انه في جيش كبير ضدهم وصرخوا وهربوا، والتلتمية محارب استمروا ينفخوا في الابواق، والله خلى الاعداء الهاربين ديل يترعبوا اكتر، بيقوا مرتبكين شديد، بعضهم من شدة اللخمة طعنوا زملائهم بسيوفهم، واللي نجوا منهم فروا في اتجاه نهر الاردن. لكن جدعون أصر إنه يطارد أعداء الهاربين، عشان كده رسل مناديب لرجال منطقة بني إسرائيل اللي بتضم قبيلته منسة وقبائل نفتالي وأشير، وديل كلهم طاردوا المديانيين وحلفائهم. طيب يا شباب أنا الليلة حقيف هنا، وفي المرة الجاية بإذن الله أختم لكم القصة. يا سلام شكرا الله يخليك والله معلش ما في تعب الله يخليكم الله يخليكم. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.